بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، في مستهل مجلسنا هذا أبتهل لله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. اقتربت أيام رمضان، بدأ العد التنازلي، ما عاد يفصلنا عنه إلا أيام قلائل، فأرجو أن نحسن استعداد لاستقبال هذا الضيف العزيز الحبيب القريب الأثير عندنا جميعا. إنه من رمضان إلى رمضان كفارة لما يكون بينهما من الذنوب والآثام، طبعا صغائر الذنوب، لأن الكبائر لابد لها من توبة، الكبائر لابد لها من توبة. ففي الحديث الصحيح صلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كبائر تحتاج إلى توبة خاصة، الصغائر بالرحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال الصالحات تكون كفارة لما يقع من العبد من صغائر، ولا يكاد ينفك أحد في دنياه عن مثل هذه الصغائر. تقترب أيام رمضان، نحتاج أن نستعد لها أولا بتصفية قلوبنا وتصفية مشاكل والضغائن، يعني والعداوات التي قد تكون بيننا والتي يسعى الشيطان إلى تسعيرها. شيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم، بالتحريش فيما بينهم، إلقاء الكلمة على لسان أحد من الناس، وإلقاء ظن سوء عند من يستقبلها. تبتدي النفوس تتباعد وتتباغض وتتدابر، الشيطان يظل ينسج ما بين اثنين، ما ينسج من حبائل الكيد والمكر والخديعة. إذا جلس هؤلاء جلسة فقط تصافي وتود وتحدثوا في هذا مباشرة، ما يبنيه الشيطان في سنة يهدمه لقاء 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 في دقائق. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فأحرص على اللقاء المباشر مع من تظن أنه قد أساء إليك، يعني لعلك لو استمعت إليه لتبين لك وجه آخر في حديثه كله. وكم من أبنية من الوهم نسجها الشيطان وألقى بحبائله كي يسعر العداوات بين أهل الدين، وإذ بلقاء عابر يجمعهما، وبرحمة من الله سبحانه وتعالى، وحائط الزور إن تلمسه ينهدم. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. ولا تزالون تذكرون أنه في هذا الشهر المبارك يغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. هذا المعنى يتكرر أسبوعيا، هذا المعنى يتكرر سنويا. هل تذكرون حديث تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. هذا الرفع الأسبوعي للأعمال، الرفع السنوي للأعمال في شهر شعبان، ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. في ليلة النصف من هذا الشهر ينظر ربك إلى جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. تقترب أيام رمضان، أرجو أن نستقبلها بأن نصفي ما قد يكون بين بعضنا من تدابر أو تباغض أو احتقان في الصدور أو النفوس، لأن كل حطام الدنيا والله لا يساوي أن تختزن في نفسك
هذه المواريث السيئة التي تحملك على المنكر من القول أو المنكر من العمل، لا سيما ممن بلغ أشده وبلغ 40 سنة أو يزيد. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ففقه ما بعد 40 التخلية والتحلية وترك ما لا ينفع في الآخرة، التخلية والتحلية وترك ما لا ينفع في الآخرة، وتبقى دي القضية التي تتمحور حولها حياتك كلها. لقد مر من العمر أطيبه وازهد فعمرك مر منه الأطيب. وإذا كان ذلك كذلك فإن كل أمر يعوقك عن السير إلى ربك عز وجل والكدح إليه تخلص منه على الفور. إنك تسير إلى ربك منذ 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، من سار إلى ربه 60 سنة يوشك أن يصل لا محالة، الرب يوصل منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك تكدح إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، في الحديث الصحيح إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، اللين الجانب الذي يقبل من الناس ما تيسر، يأخذ العفو، إذا رأى حسنة فرح بها وأذاعها، إذا رأى سيئة كتمها وغفرها لصاحبها. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن آلف مألوف، هين لين قريب، آلف مألوف، أذلة على المؤمنين. تعبير الذلة التي ربما تكرهه النفوس، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبقية الحديث وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة. نميمة نقل الكلام بين الناس للوقيعة وللإفساد فيما بينهم. فلان قال وفلان سوى وعمل، وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز ونقل إليه أن بعض الرعية يقول فيه كذا وكذا، فقال يا هذا قف، إن شئت تحرينا في كلامك، أنت أحد رجلين، إما أن تكون صادقا فأنت نمام، وإن كنت كاذب فكفى بها عارا وقبحا. ما هو أنت يا صادق يا كاذب، وأنت لا تخلو من أحد السوأتين، في صادق في صدقك أو في كذبك. إن كنت كاذب فكفى بالكذب عارا، وإن كنت صادقا فأنت نمام ولا يدخل الجنة نمام، وإن شئت سترنا وعفونا. قال بل أستر وعفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود لمثلها ولا أعود لمثلها. المشاؤون بالنميمة لا يدخل الجنة قتات، القتات المشاء بالنميمة بين الناس، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب، الملتمسون للبراء العيب. الأصل أن عرض المسلم حما لله ورسوله، الأصل أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الأصل أنك لا تحمل كلمة صدرت عن أخيك على محمل سيء وأنتيل لها في الخير محملا، لا سيما إذا توجد أمارات ظاهرة تدل على السوء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الظن الذي لا مسوغ له، أنت تظن في رجل مستور الحال لم يعلم عنه السوء، فإذا ظننت به السوء فهذا من الظن الآثم الذي قال عنه ربك جل جلاله إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. الأصل أن أي كلمة تخرج من أخيك المسلم
إن وجدت لها في الخير محملا فلا ينبغي أن تحملها على محمل الشر أبدا. حتى قالوا في إجراء الأحكام بالكفر على الناس، إذا كان الأمر يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإسلام من وجه واحد، تحمله على هذا المحمل الطيب، تحمل أعمال المسلم وأحواله على ظاهر السلامة، وتكل أمره إلى الله عز وجل. اللحمة هذه التي ينبغي أن توجد وأن تقوى بين جماعة المسلمين هي التي تؤهلنا لرحمة الله عز وجل، تؤهلنا لنصره وتأييده وتوفيقه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل تؤهلنا لدخول الجنة، لتحقيق الإيمان ولدخول الجنة. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم تحابوا. لن تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى كل ما يؤدي إلى إغار النفوس والصدور وإيحاش وإيقاد نيران العداوة والبغضاء بين جماعة المسلمين، ينبغي أن نحرص على تحاشيه. في ناس أحبابي لا هم لهم ولا عمل لهم إلا التفكه بالولوغ في أعراض الأبرياء. بعض هؤلاء من المشتغلين بأعمال الخير، يعني يكاد يجدح ليله ونهاره وصباحه ومساءه في خدمة الجالية وخدمة أهل الدين وخدمة الناس، ولا يسلم عرضه من ألسنتهم. هو لا ينتظر منهم يعني مكافأة، فقط كفوا ألسنتكم عنه. الملتمسون للبراء العيب يا ويلهم من مقام عظيم لهم بين يدي الله عز وجل. والله جل وعلا حدثنا عن فريق من الكفار فقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني كان الكفار كانوا ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرب منه وعن استماع إليه وعن مجالسته، وينأون بأنفسهم عنه. مش مكتفي إن هو بنفسه نأى وأعرض وتولى، إنما يحث غيره ويحرض غيره على البعد والتولي والإعراض والفساد والإدبار. المعاني هذه لابد أن احنا ننتبه ليها حتى نحسن استقبال شهر رمضان. المينتنس والصيامة للعلاقات، الصلاة والوشائر الاجتماعية بين جماعة المسلمين. احذر النعرة الجاهلية، النعرة القبلية وحمية الجاهلية. احذر أن يكون حبك وبغضك على أسماء الأجناس ولا الألسنة ولا اللغات ولا القبائل ولا العشائر. اعلم أن الله جل وعلا لم يجعل معقدا للولاء والبراء بين أهل الدين إلا الدين، بين أهل الإيمان إلا الإيمان، بين أهل الإسلام إلا الإسلام. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان. الشللية القطرية والوطنية وغيرها انتبه ليها جدا، لأن هذه من معالم الجاهلية ومن معاول الشيطان التي يهدم بها العلاقات والوشائج والأواصر بين جماعة المسلمين. نحن لا ننازع في الانتساب، هذا عربي، هذا باكستاني، هذا هندي، ماشي الحال، هذا على مستوى الأقطار، هذا كويتي، هذا مصري، هذا قطري، هذا كذا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا في طائي ودوسي وتيمي، ماشي الحال، لكنها على سبيل التعارف. أما أن نكون معقد الحمية والتعالي وللكبر وللغطرسة، لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. يعني حمية الجاهلية، احذروا أن تتسرب إلى مجتمعاتنا، لأن مجتمعاتنا هنا خاصة لا تحتمل مثل هذا النفس البغيض
المسجد الواحد بيجمع بين الأطياف المختلفة أجناسا وألوانا وألسنة ومحلات وقبائل، الذي يؤلف بينها جميعا، الذي يجمع بينها جميعا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره، لا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. وإن نازعت نفسك لكي تتبع عورة أحد من الناس، يعني فقل لنفسك يا نفس إن يعني إن فيك عيوبا وآفات، وإن عند الناس ألسنا، أنت عندك لسان وترى به عيوب الناس وتقرضهم به، أنت فيك عيوب وعند الناس ألسنة كذلك، وكما تدين تدان. يا نفس للناس ألسن. ويعني في الحديث أيضا عند الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. يا سلام، من الناس من إذا رأيته ذكرت الله، يعني يدلك على الله حاله ويذكرك بالله مقاله. إذا رأيته ذكرت الله وذكرت الدار الآخرة وذكرت الإيمان، وتحركت أشواق الإيمان في قلبك، أشواق إلى الجنة وإلى ذكر الله عز وجل وإلى طاعته. ألا أخبركم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، يبحث لهم عما يعنتهم وعما يشقهم وعما يؤلمهم وعما يؤذيهم. يعني نفسية في هذا الطبع السيء في نفوس، سبحان الله، يعني تحب أن ترى الخير، وإذا رأته أزاعته وأشاعته ونشرته بين الناس، وإذا رأت عيبا أو نقصا أعرضت عنه وغضت عنه الطرف والتمست لصاحبه تأويلاته لعله. وكلمة يعني العنت، المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ. الملتمسون للبراء العيب في رواية، أو العنت في رواية أخرى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا، ثم قال: إن ظن المؤمن الشر للخير إثم. يعني أن تظن الشر بأخيك وأن تدين له في الخير محملا، لا سيما إذا لم تظهر على ذلك لا علامات ولا أمارات ظاهرة. الملتمسون للبراء العيب. حافظ ابن حجر في الفتح يقول: المراد هنا التهمة التي لا سبب لها، كأن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. القرطبي رحمه الله يحط ضابط ومعيار للتفريق بين الظنون التي يجتنب اجتنابها عما سواها، فيقول: إن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، إذا كان المظنون به ممن عرف بالستر والصلاح وآنس الناس منه الأمانة في الظاهر، فإن ظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. الشخص الذي يجاهر بالخبائث والمنكرات أسقط حرمته بهذه المجاهرة. أما مستور الحال لا ينبغي لأحد أن يطلق لسانه فيه بالثلب، ولا أن يطلق خواطره نحوه بظن السوء.
طبعا المقصود مش الخطر العابر، الظن الذي يستقر في النفس ويتوطن فيها ويتمكن منها، تبتدي تبني مواقفك على أساسه في التعامل وفي الصلاة وفي الأقوال وفي الأفعال. أما الظن العابر هذا الذي لا يستقر ولا يتوطن لا يكاد يخلو منه أحد، لكن في قاعدة: إذا ظننت فلا تحقق. ما تمشيش ورا الإيه؟ ما تمشيش ورا الظن ده لحد ما تجمع له أدلة. إذا ظننت فلا تحقق. ولهذا قال بعدها: ولا تجسسوا، لأن الظن بيحمل على التجسس، وخطر السوء جاء فأنت عايز تمشي وراه عشان تثبته، فيبدأ هذا يحملك على التجسس. وقالوا الفرق بين التجسس والتحسس، قالوا التجسس في الشر والتحسس في الخير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا ظننت فلا تحقق. الحمد لله الخواطر العابرة هذه، إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. ما يمر بالنفس بصورة عابرة لا يستقر ولا يتوطن، ليس موضع مؤاخذة ولا محاسبة. أما إذا استقر وتوطن فهنا يبدأ الحساب وتبدأ المؤاخذة. حتى ما يمر بك من شبهات إن مر خيالا عابرا عارضا لا تحاسب عليه، بل إن مقاومتك له ومدافعتك له هذه دلالة على صريح الإيمان. الصحابة يقولون: إنا لنجد في صدورنا ما نتعاظمه، ما يود أحدنا لو يخر من شاهق ولا يجده. تأتي خيالات عجيبة ووساوس يعني قهرية، يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ أسئلة من هذا القبيل. ما دامت خيالا عارضا عابرا لم يتمكن ولم يستقر ولم يتوطن، وقاومته وقهرته ودفعته، فإن مقاومتك له وقهرك له ومغالبتك له هذا محض إيمان. مش الإيمان إن العرض نفسه يدأ، ما هو ده عرض سيء. بحالي يقول إن العرض السيء يعني محض الإيمان، محض الإيمان مقاومته ومدافعته وقهرك له وعدم استجابتك لدواعيه. أو قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول في شرحه لحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال: المراد النهي عن ظن السوء، ثم نقل عن الخطابي قوله: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يملك. الهاجس العابر أنت لا تملكه، استعيذ بالله منه خلاص، لكن أن يستقر وأن يتوطن وأن تسعى إلى تحقيقه وأن تبني مواقفك على أساسه، فهذا هو الظلم والبغي الذي يسخطه الله ورسوله. ثم قال النووي معلقا: ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، كما سبق في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تتعمد. وتأويل الحديث على الخواطر التي لا تستقر: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم فإنه لا يأثم. يبقى المقصود بالظن التهمة والتخون للأهل وللناس في غير محله. لا نزال نجهز أنفسنا لهذا الشهر الكريم الجميل، وأول ما نعنى به التخلية، أن نخلي قلوبنا من هذه العلل والآفات.
التخلية قبل التحلية، إن القلوب تطيب للعبادة وللعلم كما تطيب الأرض للزراعة. أرض عشان تزرع فيها محتاجة إلى تقليب ومحتاجة إلى تنقية الحشائش حتى تكون أرضا طيبة تستقبل البذور فتنبت بإذن الله وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تطيب القلوب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. والناس كثيرا ما يهتمون بالحديث عن نقائص الجسد، نقائص الجوارح، نقائص الظاهر، أما نقائص القلوب من الغل والقاعد ملك يغلي مرجل بيغلي من جوه ليه الغليان هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ وبعدين بعض هذا يكون باجتهادات دينية، وإحنا تكلمنا عن هذه النقطة في الماضي، قلنا إن الشحناء وإن العداوات المنهي عنها ما كانت لأسباب دنيوية، خانقين على فلوس، على تجارة، على زرع، على صنع، على أي شيء من حطام الدنيا، لكن ما يكون في الله ولله عز وجل فهذا مستثنى. بس عايز ضوابط. أحيانا أنت مسألة اجتهادية وخالفك فيه أحد إخوانك وظننت أنه قد أتى الكبائر كلها ويمتلئ قلبك ضغنا وعداوة وغلا وبغضا، والأمر أهون من هذا. يعني لأن المسائل الاجتهادية كما قلنا لا يثرب فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به الحمد لله، ولا ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، وتبقى اللحمة بين جماعة المؤمنين قائمة ومتماسكة. أما إن الاختلاف في الأحكام والفروع ومسائل الفقه أكثر من أن ينحصر، ولو كان كلما وقع خلاف بين اثنين في مسألة فقهية تدابر وتلاعن وتقاتل وتنازع ما بقيت أخوة ولا بقيت عصمة ولا بقيت لحمة ولا سلمت لنا جماعة ولا اجتمع لنا صف ولا ارتفعت لنا راية. إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تنازعا لم تبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. وانت افتح كتب الفقه ما شاء الله تبارك الله، المسائل الخلافية عددا يعني عدد نجوم السماء. فلو كان مع كل مسألة نعلن حربا ونشعل حريقا ونمزق صلات وأواصر يصبح التدين لعنة. يبقى الناس دول قبل ما كانوا متدينين، لما كانوا مجتمعين على الكلأ والعشب كانت الدينة زي الفل، أول ما تدينوا وقعت المصايب. هل معقولة؟ هل يصبح التدين لعنة؟ لما كانوا جهلاء كانوا ماشيين زي الفل، لما تعلموا تنازعوا وتقاتلوا. يعني أيصبح الجهل رحمة ويصبح العلم نقمة؟ ما هو طبعا هذا غير معقول. يعني حتى لا يتحول الجهل في حياتنا إلى رحمة ويتحول العلم في حياتنا إلى نقمة. نعرف إمتى نختلف وكيف نختلف، ودرجات الاختلاف ودرجات الإنكار، لأن كل درجة من الاختلاف تقابلها درجة من الإنكار، ولا بد أن تكون درجة الإنكار متوازنة مع درجة الخلاف. يعني سمعت واحد يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد أن تغفر لي. واحد بيقول: يا حسين اغفر لي. أو بيقول: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله اغفر ذنبنا، يا رسول الله يسر أمرنا. هل دي قد دي؟ لا طبعا، طبعا دي ما هيش قد دي. وبالتالي حجم الإنكار هنا غير حجم الإنكار في الناحية المقابلة. ومن ثم يقولون إن درية الإنكار إنما تكون تابعة لدرية المخالفة، اللي ارتكب صغيرة غير اللي ارتكب كبيرة، والكبائر أنواع، وأكبرها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطع معك، ثم أن تزاني بحليلة جارك، ثم أكل الربا، ثم شرب الخمر، ثم غسل المحصنات، ثم
الكبائر بمختلف أنواعها، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فيعني إن للإنكار فقها يضبطه وقواعد تحكمه ومقالات لأهل العلم تتنزل عليه. إن للإنكار فقها، متى غاب ومتى توارى أو تبخر يصبح ما يترتب عليه من الفساد أكثر مما يترتب عليه من الصلاح، وأصحابه يفسدون من حيث يظنون أنهم يصبحون. يعني أيضا الطرف المقابل، إن اللي عنده ما تفرقش معاه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لا يغضب لله قط ولا يتمعر وجهه لله قط، لما كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يعني هل معقولة إن إذا وجد من يقذف أمنا عائشة بما برأها الله تعالى منه في كتابه نقول معليش أي فروع عشان نبقى كلنا في، يعني لا، هذا تكذيب صريح لكتاب الله عز وجل. إن ربي يقول أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فمن قال إنهم ليسوا بمبرئين فقد كذب الله عز وجل وراغم القرآن الكريم وضاد الله في خبره وأمره. فأصبح من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، الحق وسط بين الغلاة وبين الجفاة. وقالوا إن من تعظيم أمر الله جل جلاله ألا تواجه أمره لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. لا تغلو في تشددك ولا تجفو في ترخصك. الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا يزال حديثنا عن استعداد لشهر رمضان، تنقية النفوس والصدور والقلوب مما شابها ومما رابها، التصافي والتسامح والتغافر، الإقبال على تعلم فقه الصيام. طبعا عندما يأتي وقت الفريضة ينبغي أن تستعد لها بتعلم أحكامها وبتعلم دقائقها. في مسائل الحمد لله معلومة من الدين بالضرورة، في مسائل طبعا دقيقة تحتاج إلى شيء من التركيز الخاص. يعني المرضى ما يعرض لهم من نوازل، وكبار السن الشيوخ والعجائز ما يعرض لهم في رمضان من نوازل، الحوامل والمرضعات ما يعرض لهم في رمضان من نوازل، وما يترتب عليه إذا لم يتمكن من الصوم، إذا أفطرت هل يكون قضاء فقط ولا قضاء معه إطعام ولا إطعام بغير قضاء، تفصيل بين أهل العلم في هذا. فهذه من المسائل. المسافر اللي ناوي يسافر ولسه ما سافرش يقدر يفطر من البيت، ولازم ينتظر لحد ما يطلع برا يوصل المطار، هل يمكن ان هو يجمع الصلاة ويقصر في البيت قبل ما يسافر؟ هو هيسافر الساعة 6 مثلا مساء، وجاء وقت الظهر الساعة 12 ولسه في البيت، خليني بالمرة اجمع الظهر والعصر وعندي تخفيض اخدهم ركعتين زي الفل. هل ينفع الشخص بمجرد ان ناوى السفر ولسه لم يشرع في السفر بالفعل ان يتمتع برخص السفر او يتمتع برخص الفطر، ولا في فقه اخر يحكم مثل هذا؟ هذه الدقائق والتفصيلات ارجو ان نتعرض لها باذن الله تعالى، يعني قبيل لعلنا الاسبوع القادم نحاول نناقش هذه المسائل عشان ندخل الى رمضان ونحن مستعدون له استعدادا طيبا. اخر حاجه اختم بها الصدقات. يعني كان سلفنا يحرصون على إخراج صدقاتهم في شعبان
لكي يتقوى الفقراء والمساكين على الصوم في رمضان. كانوا يحرصون على الإكثار من صدقات في شهر شعبان ليتقوى الفقراء والمساكين على صومهم في رمضان. الشخص إذا كان مشغول الذهن يعني بنواقص عنده متعلقة بأساسيات عنده طعام وشراب ودواء وكساء يكون ذهنه مشتتا، فإذا جمعت عليه قلبه وإذا كفيته مؤنة أهله ونفسه وجعلت قلبه يجتمع على الصيام وعلى عبادة ربه عز وجل، أرجو ألا تحرم أجر هذا الموقف الجميل. يبقى نؤكد مرة ثانية أن تمسك لسانك عن التخوض في أعراض المؤمنين، أن تطهر قلبك مما عسى أن يشوبه من الغل والحقد والحسد والضغائن والبغضاء. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فكما قلنا نحرص على تطهير ألسنتنا، تطهير قلوبنا، أن نخرج صدقات أموالنا، والصدقة لها من الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر لك على بال، فجماع الخير في الصدقات. ومن أجل هذا كان الشخص لولا أخرتني إلى أجل قريب، سبحان الله، ما قالش فأصلي ولا أصوم ولا أزكم فأصدق وأكن من الصالحين، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا، وهي برهان، الصدقة برهان، برهان على أن صاحبها أوثق بما في يد الله مما هو في يده، برهان على أن صاحبها يؤمن بأن المال لا تنقصه الصدقات، ما نقص مال من صدقة، برهان على أن صاحبها يؤمن بأن الله يعطي المنفقين خلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مؤمن بدعاء الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا. إن قيمة الدينار والدرهم أن يسعدك وأن يسعد زوجتك وأن يسعد أولادك وأن يسعد أرحامك وأن يسعد الناس من حولك، أما يتحول الدينار إلى صنم تعبده فأنت تعبده وتخدمه بدلا من أن يكون خادما لك. وتوجد عبودية حقيقية للدراهم والدنانير، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فتوجد عبودية عند بعض الناس للدراهم والدنانير، فهم يعيشون في الدنيا يعني يعيشون حياة الفقراء، لكنهم يحاسبون يوم القيامة حساب الأغنياء، عنه فلوس لم يتمتعوا بها، لم تظهر أثر نعمة الله عليهم ولا على أهليهم ولا على أرحامهم ولا على المجتمع من حولهم، فعاشوا في الدنيا معيشة الفقراء ويحاسبون يوم القيامة حساب الأغنياء. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.